السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا واحد من افضل مواقع الربح الاوتوماتيكي في العالم. اصدقائي، اول شيء هذا اثبات السحب من الموقع بقيمه 100,000 ساتوشي بيتكوين، اي ما يعادل حوالي 10 دولار تقريبا، 79 سنت تقريبا، هيك شيء حوالي 10 دولار تقريبا وصل على محفظه الكيونومي. طبعا هي المحفظه النظاميه، شايفين اصدقائي هي الكميه 0.01 او 100,000 ساتوشي و1000 100,000 ساتوشي اصدقائي و1000 ساتوشي وصلوا على محفظتي الكيونومي. طبعا بعد ما طلبت السحب بحوالي طلبته من يوم، وصل من 8 ساعات 8 hours ago، وصل من 8 ساعات. طبعا هذا شيء كثير كويس، الموقع جدا كويس. طبعا كمان بيدفع على محفظة الفوسيت بير وسيتا، لكن انا عندي الفرصة كنت اسحب على المحفظة النظامية الكيونومي، فانا بفضل دائما اذا عندي الفرصتين اسحب على المحفظة النظامية. طبعا لانه بتمنحك تحكم كامل بعملاتك، فيك تسحبهم بالوقت اللي بدك اياه، فيك تشتغل فيهم اي شيء بالوقت اللي بدك اياه. طبعا اصدقائي، حد السحب على المحفظة النظامية هو اعلى من محفظة الفوسيت بير. طبعا على المحفظة النظامية بيسحب اقل شيء 30,000 ساتوشي او 3 دولار، على الفوسيت باي بيسحب 10,000 ساتوشي، اي يعني 1 دولار تقريبا، 1 او 90 سنت هيك بهالحدود، وهذا شيء كثير كويس. طبعا كل عمله الى حد مختلف، لكن تقريبا هذا هو النسق اللي يكون بهاي العملات. اول شيء تسجيل الموقع جدا سهل، ما بياخذ منك دقيقه واحده، كل ما عليك انك تضغط على لينك التسجيل راح تلاقيه بصندوق الوصف. طبعا هو لينك مباشر، انا ما بستخدم اي تراويح مختصره. اصدقائي، الموقع حساس شوي، لازم اشرح لك التفاصيل مشان تعرف تربح منه. الموقع جدا رهيب للربح، بس لازم تشتغل صديقي، يعني مو انه والله انا خلص انا سجلت هذا الموقع خلص بدي اكسب وصير مليونير، لا لازم تشتغل. تمام اخواني، تضغط على لينك التسجيل راح تلاقيه بصندوق الوصف، تفتح معك الصفحه، بتروح على كلمه ريجستر ناو، هاي اللي هون ضغط عليها هيك، بتحب البيانات تحطون ايميل خاص بك. طبعا لازم يكون ايميل حقيقي، 99% رح يبعث لك لينك مشان تاكد حسابك انه هذا ايميلك. تمام اخي الكريم، لازم يكون ايميل حقيقي، تحطون اسم مستخدم، باسورد، بتعيد الباسورد، بتحل الكباتشا هون، وبتضغط على كلمه كرييت اكاونت، بيكون صار عندك حساب وجاهز للربح من الموقع. انبعث لك رساله ممكن تلاقيها بالبريد العشوائي، بتضغط عليها وبيدفع على حسابك، وان ما بعتها ما في اي مشكله، بيكون حسابك فعله لحاله الموقع وصرت انت جاهز للربح من الموقع. طبعا الموقع تربح فيه عن طريق شيء اسمه النقط، شايفين اصدقائي اذا رحنا على الداشبورد في شيء اسمه النقط، ممكن تكسبها بعد الطرق. مثلا انا معي هون 1785 نقطه، في عده طرق لحتى ازيد هاي النقط لحتى بلش بالربح الاوتوماتيكي. طب اصدقائي، مثلا اول طريقه لازيد هاي النقط هي الديلي بونس، هي بشكل يومي بضغط عليها هيك وبحل كباتشا صغيره، مثلا هاي كباتشا سوليد ميديا اي شيء مثلا، بنزل لتحت على كلمة get reward، بضغط عليها هيك، نشوف شو أعطانا كمية. أعطاني 114 نقطة من نقاط هاي الموقع أو ما يسمى ACB. هاي الطريقة الأولى للربح من الموقع، بروح على continue وبكفي على بقية الشغلات للطرق ربح هاي النقاط. في عنا فوسيت بشكل ساعي، كمان كلمة فوسيت هاي الصفرة بضغط عليها، طبعا هاي كل 16 ساعة، هاي بشكل ساعي. تمام أصدقائي، كمان كباتشة تانية، بحل هاي الكباتشا، فيني انزل بالصفحة شوي اذا طلع لي خطأ، اوكي، وبنطر شوي get reward كمان لشوف قديش اعطانا. اعطانا 38 ACB، هاي الطريقة الثانية للربح. طبعا الموقع فيه شوية نوافذ منبثقة، يعني بشكل عادي يعني كل هاي النوعية من المواقع بتربح كمان لحتى تربحنا. برجع go home وبشوف شو في طرق كمان للربح. في عنا البي تي سي، مشاهده الاعلانات، في عنا الروابط المختصره، الاوفر وولز والتاسكس، يعني بدول جاهزه، بدول ما يعني ما بتكون يعني في امكانيه بتكون في دول محظوره، لكن الشورت لينكس يعني الروابط المختصره بتتجاوزها وبتاخذ قيمتها، بتضغط عليها هيك اخواني، بتتجاوز مثلا هاي الرابط المختصر، مثلا اف سي ال سي، هذا جدا سهل، يعني بتتجاوز وبتاخذ 50 نقطه من الموقع او اي سي بي، يعني موجود مجموعه من الروابط المختصره كبيره ممكن تستفاد وتربح منها. شايفين الداتشي كورب 8، يعني تنقي صديقي اللي بتلاقيهم سهل وانت متعود عليهم، ممكن تربح منهم وتزيد نقطك من الموقع، لانه هلا بقول لك شو بدك تحتاج بهي النقط. تمام، طيب في عندنا كمان طريقه جيده كمان لربح النقط، هي البي تي سي، بضغط عليها هيك. تمام اصدقائي، مثلا هذا الاعلان 8 ثواني بيعطيني 50 نقطة، بضغط عليه هيك فيزيت سايت وبنطر هال 8 ثواني يخلصوا. شايفين اصدقائي هذا الخط الاحمر ما يعد، انتهى الخط الاحمر تقريبا، بيعطيني هلا هون بضغط على كلمة كونتينيو
زاد لي الخمسين نقطة على رصيدي، وبتابع أنا مع جميع النقط أو جميع الروابط أو هذه الإعلانات كمان بكسب منهم وبربح منهم. طيب أنا هلأ كيف بدي أضيف المحافظ الخاصة فيه لحتى أقدر أسحب بعد ما جمع الكمية من العملات؟ بروح على كلمة سيتينج مشان أضيف الفوسيت بي. إخواني انتبهوا، من سيتينج بضيف الفوسيت بي، المحافظ النظامية بضيفها من غير محل. هلأ بقول لك كيف. تروح على سيتينج، بتنزل لتحت بيقول لك فوسيت بي اوبشنال، يعني اذا انت بدك تسحب على الفوسيت بي بتجيب الايميل الخاص بك اللي انت مسجل فيه على الفوسيت بي بتحطه بعيد خاني. انا منين بجيبه؟ مثلا هذا الايميل انا اللي مسجل فيه بمحفظتي الفوسيت بي، تمام اصدقائي، باخده كوبي وبنتقل للموقع بحطه بعيد خاني وبنزل لتحت بضغط على سيف سيتينج، بيكون حفظ لي انا طريقه السحب على الفوسيت بي. هيك بتكون طريقه السحب على الفوسيت بي. على المحافظ النظاميه بفتح كمان الاعدادات، بنزل على الولد ادريس اصدقائي، مو على السيتنج هالمره، بنزل على الولد ادريس بضغط عليها هيك. طبعا الموقع بيدفع كل هاي العملات، بيدفع بالبيتكوين، بيدفع بالايثيريوم، بيدفع بالدوج كوين، لايت كوين، داش، ترون، زيك، ودي جي بايت، تمام اصدقائي. بروح مثلا على اي محفظه نظاميه انا بمتلكها، مثلا بمتلك بلوكشين، بلوكشين مثلا ممكن تدعم بيتكوين، بتدعم الايثيريوم بلوكشين، تمام اصدقائي، بجيب روابط المحافظ النظاميه بحطها هون. او اذا بستخدم محفظه متعدده مثل الكويونومي، مثل الاتوميك وولت، هي محافظ متعدده بتمنحك، يعني محافظ نظاميه بتمنحك الصلاحيه كامله عملاتك. انا هلا مثلا فيني روح سند وابعت عملاتي لاي محل او اشتري فيهم مثلا من اي موقع بدفع او يعني بدعم الدفع بالعملات الرقميه، تمام اصدقائي. بجيب مثلا رابط المحفظه الخاصه فيه، مثلا هاي بيتكوين، مثلا بختار رابط المحفظه كوبي وبرجع بحطه بهاي الخانه كمان، وبرجع بنزل على كلمه سيف تشينجز بحفظه، وبتابع هيك مع كل العملات الرقميه. طبعا انا راح احط لك رابط محفظه الكيونومي في حال بدك تسجل باي محفظه، ما عندك محفظه نظامي كيونومي. راح احط لك اتوميك وولت، الاتوميك وولت اخواني كويسي كمان، وراح احط لك فيها كود الدعوه الخاصه فيه، يعني اذا صار يوم من الايام توزيع ارباح من الاتوميك وولت بلكي من لنا طرطوشي اصدقائي، لانه في له عمله خاصه فيه كمان الاتوميك وولت، ممكن تربحنا وبنستفاد نحن وانتم بتستفادوا. وفي حال ما كان موزع ما في اي مشكله، يعني الكيونومي والاتوميك وولت هني تقريبا الافضل بعد الاكسيدوس. الاكسيدوس هي المحفظه النظاميه الافضل في العالم، لكن للاسف غير متاحه مثلا بالمنطقه اللي متواجد فيها انا، يعني باغلبيه الدول العربيه غير متواجده، يعني غير متاحه، لكن الكيونومي متاحه للجميع، تمام اصدقائي. طيب انا هلا جبت المحافظ الخاصه فيه بالدوج كوين، حطيتهم اللايت كوين والداش وكل هاي المحافظ، بدي بلش اشتغل. كيف بدي اشتغل؟ برجع على الداشبورد وبختار مثلا، بنزل لتحت هاي نقطه، شايفين اصدقائي اشتغلنا شوي صاروا 1968، بختار انا العملات الرقميه اللي بدي اربح منها. مثلا يفضل اخي الكريم انت تحط ببالك تشتغل على 3 عملات أو 4 عملات، مثل ما قلنا حد الادنى للسحب اقل شيء دولار من اي عمله، يعني اذا تسحب على الفوسيت بي، وعلى المحافظ النظاميه 3 دولار بالعمله تبعها، عرفت كيف اخي كريم؟ فيفضل انت تستخدم مثلا عملتين ثلاثه، مثلا انا راح احط دوج، مثلا ترون، دي جي بايت، او ايثيريوم مثلا ضيف عليهم، هي 4، اكثر من هيك لا تحط. بروح على كلمه ستارت اوتو فوسيت، هي بضغط عليها هيك وبترك الصفحه مفتوحه، تمام اصدقائي. مثلا اي اللي انا معي 1986 نقطه بيشغلوني بهالاربع عملات ساعتين، بيضل يدفع لي داخل الموقع اخي الكريم، الموقع هذا بيدفع لي داخل الموقع وانا بسحبهم بعدين مثل ما حكينا، بيضل يدفع لي ساعتين بشكل كويس. كل ما زدت العملات بصير المدة اقصر. طبعا انا ما فيني، يعني فيني ارجع هيك وروح مثلا صفحه جديده على الداشبورد وارجع اكسب نقط جديده من الموقع عشان استمر فيها. مثلا فيني ارجع شاهد اعلانات، تجاوز روابط مختصرة، فيني ادعي اصدقاء كمان بستفاد انا وهني بيستفادوا من هذول الاصدقاء. برجع كمان من الصفحة الرئيسية، بروح على الريفيريل وضغط عليها هيك، تمام اصدقائي. مثلا باخذ رابط الإحالة الخاصة فيه، هذا مثلا رابط الإحالة الخاصة فيه انا بوزعه لاصدقائي بيستفاد انا وهني كمان بيستفادوا، وانت اخي الكريم تعمل نفس الشيء مشان يعني اصدقائك يستفادوا وانت كمان تستفاد. يعني انا ما عندي كثير ريفريل، عندي حوالي 26 ريفريل والارنينج منهم يعني ما كثير، يعني شيء بسيط، لكن يعني يفضل اذا سجل عن طريقي بتساعدني وانا كمان مساعدك اخي الكريم بالشروحات وعم سهل عليك الموضوع. طيب انا مثلا صار عندي الريفيريل مثلا اشتغل لي هون 231 ساتوشي من عملة لايتكوين، بدي اضيفهم لحسابي بالموقع لحتى اقدر اسحبهم. بروح على كلمه ويزدرو بكل بساطه بضغط عليها هيك، صاروا بحسابي بالموقع، تمام اخي الكريم، شايفين اصدقائي، قال لي 231 ساتوشي من عملة لايتكوين صاروا بحسابي بالموقع. انا فيني بس اللي يقوم بعملية السحب فيني اسحبهم. طبعا انت لا تخليهم بالارنينج زون، يعني في عالم ما بتعرف انه اذا ضلوا بالارنينج زون بينسوا، تمام اخي الكريم، انت
بتدعي الاصدقاء من هون، وشو اشتغلوا الاصدقاء بتسحبهم من هون لحسابك بالموقع، بعدين من حسابك بالموقع فيك تسحبهم على المحفظه النظاميه او الفيسي تري. فهمت القصه اخي الكريم؟ القصه كثير سهله، ما بدي اكثر من هيك. بعدين كمان في عندنا هون البانر، يعني انا اذا عندي موقع عندي اي شيء ممكن اخذ هاي البانرات مثلا نحطها بالموقع اللي عندي، وكمان ادعي الاصدقاء ممكن يضغطوا على هاي البنار ويسجلوا بالموقع بكل سهوله. هاي مثلا انا الاصدقاء المسجلين عن طريقي، طبعا ما في كتير ربح واغلبيتهم ان اكتيف يعني غير شغالين، لكن الحمد لله على كل شيء، ويعني ما نقدم ان شاء الله محتوى كويس يفيد العالم ونستفاد نحن كمان. طيب في نقطه الاخيره لازم نشرحها، ان انا كيف بدي اقوم بعمليه السحب. برجع على الداشبورد، مثلا انا هلا انا ما شفتكم اثبات السحب الخاص فيه بعمله البيتكوين، مثلا بدي اسحب بعملات ثانيه، رصيدي من العملات الثانيه، بروح على الوليت بالانس، هاي اصدقائي الوليت بالانس، بشوف مثلا كلمه دي دبليو يعني دايركت وليت المحافظ النظاميه، اف بي او فوسيت بي هي المحافظ الوسيطه، الموقع طبعا بيدفع على المحافظ النظاميه والوسيطه بهي العملات، ما عدا ترون والزيكاش بيدفع على المحافظ النظاميه فقط منهم، لانه الفوسيت بي ما بتدعم هاي المحفظتين. تمام اخي الكريم؟ يعني بتدعم البقايا، بتدعم الدي جي باي، بتدعم الداش، بتدعم هالقصص. مثلا انا بدي اسحب اللي معي من الداش، معي حوالي تقريبا 4 او 5 دولار من الداش، طبعا انا ما راح اطلب انا هلا السحب، عندي شغل فيهم وانا مستخدمه للموقع صراحه بشكل كويس، يعني انا بجمع فيه مأمن بالموقع اللي بشتغل عليه اكثر من سنتين، فموقع امن 100%، يعني ما راح يروحوا رصيدي محله اي ما طلبت سحب خلال 24 ساعه ما يكونوا بحسابي. فاذا بدي اسحب مثلا هاي الكميه من الداش، بروح على كلمه ويزدرو بضغط عليها هيك، بختار مثلا الكميه اللي بدي اسحبها من الداش، بيقول لك بتختار اذا محفظه نظاميه بالداش اقل شيء هو مليون ساتوشي، انا معي مثلا 10 مليون، بختار مثلا الكميه بضغط عليها هيك كلها مثلا، وبيقول لي بنزل لتحت شوي وبزدرو بدي اسحب، طبعا انا قيمتهم 7 دولار ما نسيين ابدا، طبعا انا ما بدي اسحبهم هالحاليا. واذا بدي مثلا اسحب على فوسيت بي بتغير الحد الادنى للسحب، مثلا بتروح على فوسيت بي مايكرو وولت، بيقول لك الحد الادنى للسحب بيصير اقل بكثير، بصير اقل يعني مليون و200 كان هم مليون و400، طبعا مختلفه كل عمله رقميه لها طريقه مختلفه، وبطلب السحب والسحب خلال 24 ساعه بيوصل يا يعني محفظه الفوسيت بي يا على الدايركت وولت او المحافظ النظاميه مثل كيونومي اخي الكريم. فالعمليه جدا سهله وما بتعذب ابدا، والربح من الموقع حقيقي 100%. وبالتالي اصدقائي اتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وتكتب كومنت، تحط لي في رايك بالتعليقات لانه رايك مهم جدا بالنسبه لي، وتشاهد المدونه الموجوده بصندوق الوصف فيها عشرات المواقع الربحيه المجانيه، وتشترك بقناه تليجرام بما انه احنا على اليوتيوب، لا تنسى اذا ما كنت مشترك تشترك اخي الكريم، وتفعل زر الجرس تدعمنا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.